لو قلت لك قول لي كلمتين بس عن محمد صغير، كلمة واحدة أو كلمتين صعب. جدع. جدع، مصري، أصيل، راجل. قدوة ليا وقدوة للشباب، قدوة للجيل اللي جاي. He was my godfather. Positive, very very positive. شخص غني بالأفكار، بالثقافة. علمني الإصرار وعلمني العزيمة وعلمني كتير شغلات. مفيش حاجة اسمها حظ، في حاجة اسمها شطارة. وهو مهتم قوي وكان مصحصح بالنسبة للجيل، بينقي ناس صح. الأب والمخلص لمهنته ولينا. لن يتكرر مرة أخرى. راجل بمعنى الكلمة. أب وأخ وصاحب وكل حاجة جميلة في الدنيا. قيمة والقامة وأسطورة مش هتتكرر تاني. الالتزام. سيد محمد يعني بجد كان ملتزم جدا جدا. هو أسطورة مش هتتكرر تاني. محمد صغير العطاء. الأب، الظهر، السند، حاجات كتير قوي كان بالنسبة لي. أنا فخورة إن في واحد زي محمد صغير موجود في مصر. واللي غير مهنة الكوافير. امتداد محمد الصغير يبقى بالناس اللي قدرت تكمل من بعده بها الديناميكية بها الشباب الشاطرين. وعلى كده بصراحة نجحنا بأستاذ محمد، ونجحنا بأستاذ مصطفى، ونجحنا بنفسينا وحبنا لنفسينا وحبنا لشغلنا بصراحة يعني.